ما شرحوا هذه كثير يعني قالوا معنى كلمة صوم خير لكم, يعني نصوم ولا نفطر, يعني هو ربنا في الأول قال لنا فمن كان مريضا على سفر ذاته من أيام أخرى, وفي الآخر يقول لك صوم خير لكم, هو أعظم رخصة ثم أخذها منها منا, لا هو لم يأخذها منك. أفضل ما قيل في تفسير هذه الآية هو القادر على الصوم الصوم خير له, وغير القادر على الصوم الفطر خير له. يعني السفر بتاع قريب, انت رايح كنتر مسافة قريب, ساعة بالسيارة ولا ساعة رايح بنزل ساعتين بالسيارة, السيارة فيها تكييف وانت منسجم وما فيش مشاكل, يبقى وانت تصوم ايه خير خير لك. لكن انت رايح رايح مال ولا رايح مش عارف شوار بعيد ساعات كم ساعة, وحاسس انت مرهق في السيارة تعب مشوار طويل, يبقى معنى كلمة صوم خير لك لا تفطر هنا بقى. يبقى القادر على الصوم له ايه خير, وغير القادر الفطر له خير. هذه رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. محدش عازم نفسه في جماعة المصريين مسافر وركب طيران يركب من مصر الساعة نص الصبح, وجاي هنا امريكا ب 12 ساعه في الطياره, يقول لك انا صايم صوم من هناك, شوف من صلاه الفجر الساعه 3 وربع عندهم لحد 9 وربع الصبح يركب الطياره, يفضل 12 ساعه في الطياره, يوصل عندنا الساعه 3 ونص, فضل على المغرب 5 ساعات, يفضل صايم صم كده اكتر من 23 ساعه 24 ساعه. ايه يعني مين قال كده؟ ربنا ما قالش انك تعذب نفسك, قال ولا تلقوا بايديكم إيه تهلكة. ولك عم شيخ شغل أنت صمت صوم ولك غلط في الحالة دي يجي عليك تفطر تحقيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب متى يبدأ رمضان زي ما ذكرنا؟ يبدأ بالهلال. قال صلى الله عليه وسلم صوموا ليتيه وأفطروا ليتيه, يعني هلال الشرعي. فإن غم عليكم لم يظهر الهلال فأتموا شعبان 30 يوما. وفي حديث ثاني قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا 13 حديث ثاني الشهر هكذا وهكذا وهكذا كده كام 29. يبقى مرة قال الشهر 30 ومرة 29 برؤية شهر الهلال. وبعد كده أجمع قال إمام أبو حنيفة على جواز أخذ بالحساب الفلكي, لأن الحساب الفلكي آيات الله تبارك وتعالى, وجعل الليل نهارتين فمحونا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لتعلم عدد السنين والحساب. الحساب سالك فلك آيات سبحانه وتعالى, علم الإنسان ما لم يعلم. وأثبت الحمد لله يوم السبت أثبت الواقع كما أعلم جميع صيام كان أصوب. طبعا عدنا بقى صواب, يعني محدش من شعرف السعرفية ومن اليوم غلط كل حاجة. من صام ذاتشة الشرعية قد صام, ومن صام بالحساب سالك فلك أصاب, لكن الهلال ظهر يعني مع مساء الساعة 8:30 أو 8:40 دقيقة و3 ثواني كما ذكر ذلك ناسا وكما ذكر ذلك دولة تركيا. المهم يجوز ثبات تركيا, وكذلك يجوز بالرؤية الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل منكم ونكمل في درس نحن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائلها لها بعذابي عظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد فيه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وأوردنا حوله واسقنا به شربة هنيئة لن نطمع بعد أبدا وتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسجودنا وركوعنا ودعاءنا وأسأل أعمالنا يا رب العالمين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة النار. وما قل وكفى خير ما كثر وألهى وإنما توعد على الآت وما أنتم بمعجزين. أما أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير ببلوغكم شهر رمضان المبارك. والله أسأل أن يكون شهر خير علينا على بلادنا وأمتنا أجمعين. اللهم يا رب العالمين اليوم هو سابع أيام هذا الشهر الكريم. سرعان مضت الأيام مضى ربع رمضان ورمضان هكذا يسرع ويجري جريا. رويدا أيها الشهر الكريم كريم أطيب أيامك وما أحسن لياليك وما أفضل ساعاتك. فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أيها الإخوة رمضان ثورة على النفس البشرية. هذا واحد من اليوم رمضان ثورة على النفس البشرية. الثورات كما هو معلوم في علم السياسة هي تغيير الأوضاع الراكدة هي تحريك للماء الراكد هي تغيير الأوضاع الثابتة. حصل ثورة يعني ثورة يعني تغيير لوضع مستقر ثابت. حصل اضطرابات حصل تغيير تغيرت أماكن وجهات ومناصب. هكذا معنى كلمة ثورة. رمضان ثورة على النفس ثورة على ثباتها ثورة على نومها
ثورة على كسلها، ثورة على خمولها، ثورة على الروتين الثابت في النفس البشرية المغير. بإمكانك أن تكون، أنت تستطيع أن تفعل الكثير. رمضان يقول لك هذا، فيوقظك قبل الفجر بساعة لتناول طعام السحور، مع أن أنت مش نفس الكتاب بالليل. لا، تستيقظ في هذا الوقت استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وأنا مش حضرتك ثورة، يعني الدنيا غيرة، يعني في فلات في حياة غيرية، ووضع غير الوضع. تقوم قبل الفجر تشرب، ثم تمسك بعد الفجر. إذا جاء النهار فلا طعام ولا شراب ولا شهوة ولا نساء حتى غروب الشمس. هذا هو رمضان. وبالليل تقوم تصلي، وقت النوم لا نوم بالليل، بل وقت القرآن والصلاة كما قال الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان ثورة داخل النفس البشرية. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أن إذا كانت أول أوله رحمة قول الثور، فلا تفوتنا أيام رحمة. إذا جاءت عشر فرة وكذلك عشر نيران. كن حريصا أن تكتب فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وقد جاء احنا دلوقتي في رمضان. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب. وابواب الجنه ثمانيه ابواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويصف ابواب الجنه: ربنا ارزقنا اياكم الجنه، انما بين مصراعين باب الواحد. الباب ده ظل فتيه، اثنين مصراع. انما بين مصراعين باب، كما بين السماء والارض، او كما بين المشرق والمغرب. ده الباب المصراع الواحد، كما بين المشرق والمغرب. والباب الثاني وهكذا ثمانية ابواب. الصحابه تعجبوا من يعني اتساع هذه الابواب. فقال صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي والناس يتساحون على عند دخول زحامي. حدث كبير بين رجال الجنة رب العالمين. لكن الله خصص لكم بابا، خصص باب لحضرتكم، اسمه باب الايه؟ باب الريان. قال ان في الجنة بابا يقال له الريان. شوف حتى الاسم بتاعه، عشان انت تدخل باب الايه؟ الريان. يسموها عند الشريعة الجزاء من جنس الايه؟ العمل. انت كنت تعبان محتاج راحة، انت كنت سهران محتاج نوم، انت كنت مجتهد تحتاج استقرار، انت كنت خائف امان، انت كنت زان تحتاج ايه؟ ريان. ان في الجنة بابا يقال له ريان لا يدخل منه الا الصائمون. فإذا دخلوا أغلق دونهم. ربنا رزقنا ريان ان شاء الله. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وقيدت الشياطين. أنا بنسأل سؤال. أخواننا في مكان في الدور الأسفل في المسجد، أخواننا خارج المسجد محتمل حتى لا يعني نضايق أخواننا. مكان صحي، حتى الورا ينزل باسم تنزل الناس في الدور، حتى إدارة المسجد في الخزن ينزل الناس تحت. جزاكم الله خير. أسأل الله أن تزاح آخرة تزاح الدنيا في الجنة إن شاء الله، ونجعل هذا الماء شافع عند الله في قيامتي. اللهم أمين يا رب العالمين. إذا كان الله فتح لك أبواب الجنة الثمانية، فهل يريد أن يحرمك منها؟ سؤال بسيط. لو ربنا فتح لك الأبواب الثمانية، مش واحد ولا ثمانية، يريد أن يحرمك منها؟ هل غلق الله لك أبواب النار السبعة؟
وهو يريد أن يدخلك فيها. والله أبدا. هل قيد الشياطين وهو يريد أن يصنعها عليه؟ أبدا والله. ما دام فتح أبواب الجنة فقد أراد أجل الجنة، وما دام غلق أبواب النار فقد أراد أن يحرمها عليك، وما دام قيد الشياطين فهو يريد أن لا يصنع عليك أبدا. ونادى مناد يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير، يا من تريد الصلاح فلا حاجة جالع ولا من النيران أقبل. فهذه أيامه، فهذا موصل الطاع، فهذا موصل الآن، هذا السباق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. هم مين؟ من المتقين الذين يقون في السراء والضراء رمضان موسم الإنفاق، في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. النبي أكد والكاظمين الغيظ. الناس ارتفاع في رمضان، إذا كان الصيام يحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شتمه أو قتله فليقل إيه؟ إني صائم. يا عبد الحق صائم. أنا حتعامل بالأسلوب بتاعك. أنا صائم. أنا مش هضيع صيامي. إذن رمضان هو موسم العبادة. يا باغي الخير أقبل، لا تتبع تنفعل وانت صائم. النبي لما أتى الصحابة سأله يا رسول الله أوصني وصية بالغة، قال لا تغضب. قال مرة ثانية أوصني، قال لا تغضب. ثالث مرة أوصني، قال لا تغضب، لا تنفعلش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة بينفعل، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يبقى رمضان هو انطلاق الأمام. يا باغي الخير أقبل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أقبل، وجنة عرضها السماوات والأرض أقبل. وعدة المتقين جعلني وإياكم من المتقين. هم من المتقين اللي آلت عن آية الصيام كتب عليكم الصيام كما بعد الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى رمضان جعلنا من المتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين يكون في السراء والضراء على كل الحالات، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس الذين يعفون عما أساء إليهم، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلهم يعلمون. يبقى رمضان عاوز انطلاق إلى الأمام، عاوز إرادة قوية. مش في مكان داخل المسجد من حامل حتى طيب خلاص قلت في مكان متسع حتى لا نزل أكثر قد يعني. حد يوصل إخوة هنا المكان بليد يعني. أرجو إخوة يعني تكلف أكثر قد المكان متسع إن شاء الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النار تقيد الشياطين من أجلك أنت التهيئة زي الإخوة في المسجد شغلين مرارة وعاملين التكييف وشغلين الجو والضاء لحضرتكم شلما تيجي تاخد راحتك تقعد مستقر كذلك النبي لما يقول لك الجنة تفتح والنار تغلق الشياطين تقيد من أجلك أنت عشان تنطلق لا تكون هناك عوائق لا يكون هناك شيطان يثبتك أن الصوم يقوي إرادة الإنسان ويقوي عزيمة الإنسان فلا يرجع إلى الدنيا ولا إلى الخمول ولا إلى الكسل ولا إلى النوم ولا إلى راحة مضى عن النوم. الناس لسه عاوزة تنام في رمضان خلاص مضى عن النوم. النوم هناك في الآخرة، أما في الدنيا نبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة عندما جاء من عند وحي أول ليلة نزل عليه القرآن وهي تزمله وتدثره وتغطيه يقول لها مضى عن نوم يا خديجة خلاص بقى معيش في نوم امتى النوم مضى عن نوم. وقال عنا من طلب الراحة ترك الراحة. اللي عاوز يفتح آخرة يترك الراحة في الدنيا لا يجمع على عدن ينام في الدنيا وينام في الآخرة. معش نوم بالليل ونوم بالنهار. انت تحتاج إلى قرب من الله سبحانه وتعالى. فكان الصوم يقوي الإرادة. ولذلك لما نزل أبونا آدم إلى الأرض وهذا مثال قوية إرادة الإنسان بالصوت. لما نزل أبونا آدم إلى الأول يوم
لما أكل من الشجرة وعصى ربه تبارك وتعالى استغفر وتاب ونزل إلى الأرض، فبعد ما كسر الأرض يعني جاء آدم يريد أن يأكل ويشرب وحواء لذلك هبطوا منها جميعا، فهو جاء أن يأكل ويشرب في الجنة لكن كان سهل والشرب كان سهل. إن لك ألا تجوع منها ولا إيه ولا تعرى وأنك لا تظمئ ولا تضحى، يعني لك شرب ونوم كل موجود بالإشارة تتمنى الشيء إليك، أما في الدنيا لازم تكد وتتعب. فلما نزل آدم يريد أن يأكل ويريد أن يشرب ويريد أن يستمتع، فنزل إليه جبريل وقال له أكل والشرب فلابد أن تبذل. لا حضرتك لازم تعمل في الجنة، أنت نايم وتأكل الدنيا لازم تشتغل. فبدأ قال له إداله الحب الأبزر الحب حبة القمح حبة الشعير كما يقول المفسرون. فأخذ آدم حبة ونثرها في الأرض، نزل جبريل قال له احرس الأرض، علمه ازاي يحرس، وعلم آدم الأسماء ايه كلها، يعني الأسماء كلها، قال له دي اسمها شجرة ودي اسمها صخرة ودي اسمها سماء أرض مية، دي الأسماء كلها. فعرفه كل حرف، ودي اسمها حبة ودي اسمها حرارة. علمه آليات الحياة كيف تتعامل مع البيئة. فنسى آدم الحب وحرس الأرض. قالوا طب أنا عاوز ناكل. قالوا بقى نستنى شوية لما المطر ينزل سمع هذا الحب. فنزل البطر واختلط بالأرض، وبعد فترة نبت الزرع. أول آدم أشرع أخضر، قالوا ناكل بقى تاكل كل ده في يوم واحد ناكل. قال انتظر حتى يكتب فكبر. قال آكل انتظر حتى ينضج حتى اصفر ونضج. فأعطاه الحالة التي يقطع بها الشعير أو القمح. قال أكل وكذا، لا أعلمه كيف يدرسه وكيف يطحنه ثم كيف يعجنه ويخبزه حتى خبز رغيفا كبيرا من طعام الشعير أو القمح. قال أكله قال انتظر، خذه وضعه فوق أعلى الجبل حتى تضربه الشمس حد ما ينشف. فأخذه آدم وصعد الجبل، لما يبس قال أكله قال انتظر حتى يأتي الغروب. كل ده كان يوم واحد حتى يأتي الغروب، فذلك صيام يوم كامل سنة لك وبنيك بعد إلى يوم القيامة. كتب عليه الصيام كما كتب على الذين من قبل أبون آدم. فلما جاء الغروب وصق الشمس تناول آدم الرغيف سريعاً، فصق الرغيف من فوق الجبل كان رغيف كبيراً. فنزل آدم يجري خلف الرغيف فرزقه، فضحك جبريل عليه السلام قال ضحك ربنا تعالى وقال عجول آدم، والله لو مكث الجبل صعد رزقه إليه. لكن خلق الإنسان عجول. فالصيام تقوية الإرادة. أول يوم نزل من الأرض نزل صايم ليقوي إرادته. ربنا بيعاقب آدم، ربنا سبحانه وتعالى بيقهر نفس آدم. أنت عصيت الجنة، تعجلت الجنة، غلبتك شهوة الطعام والشراب في الجنة، يبقى تطلع من الجنة وتنقى. كيف أنقى بالصوم؟ الصوم تدريب عملي على تقوية الإرادة ونقاء النفس العزيمة. ولذلك في آخر سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت، الملأ اللي جاءوا بعد موسى عليه السلام في عهد الملك الصالح طالوت الذي قاد ألوف، خرج معه ألوف بني إسرائيل لفتح بيت المقدس. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف مش آلاف، الألف تجمعوا على آلاف، يعني ألف لما يكونوا اثنين بألفين لما يكونوا ثلاثة أو أربعة أو عشرة آلاف. لكن كثرة جدا ألوف في العربية جمع كان أعداد كثيرة جدا خرجوا مع طالوت. ألم ترى إلى الملأ الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، كانوا رايحين في حرب المقدس، هم ماشيين مع طالوت. فربنا حنا حتى يختبرهم، قال له طالوت عاوز اختبر الناس اللي ماشيين معاك. في ناس كتير، تلاقي العدد كبير جدا كما قال صلى الله عليه وسلم، الناس كابل 100، الناس عم ينزل الابل يكونوا 100 ناقة ماشي لا تجد فيها راحلة. عارف الراحلة يعني الراحلة يعني قائد
نحن نحتاج إلى قادة. نحن نحتاج إلى رواحل. يا مشكلة أمتنا في إيه؟ في الإبل؟ لا مشكلة أمتنا في إيه؟ في الرواحل. اقرأ الواقع. طب ما احنا عندنا مليار مليون مليون مسلم. بس ما عندناش راحلة. يعني كيف الراحلة في اللغة العربية؟ الراحلة لحمة عام وشراب وتعريف الطريق. الجمل او الناقة اللي بيمشي امام شايل الطعام والشرب كله وعارف الطريق حفظه معناه حيوان لكن حفظ الطريق. فالنبي يقول لا تجد فيها حلة. مشكلة الأمة في الرحلة. وإذا ما رأى أعداؤنا أن بعض رواحل خرجت قتلوها عشان تصل الأمة إيه؟ مثل الغنم الشاردة في ليلة مطيرة بلا راعي. هل أمتنا أنا بشبهك أمتنا؟ المليار و700 مليون زي غنم شاردة في ليلة مطيرة بلا راعي. واحد يخبط العميان فإذا ما صارت الرواحل قصفوها حتى نظرها أسرى لهم. فعشان كده سيدنا طالوت اللي كان قائد الجيش يبري الألوف شوف مين معاهم صادق بيت المقدس من كذا. فربنا سبحانه وتعالى قال لك ملك وارتوي كويس. كيف يكون وارتبار الصيام؟ الصيام تقوية الإرادة. فقال الله تبارك وتعالى على لسان داوود عليه السلام إن الله مبتلي بنهر. الجيش اللي مشى نهر مية قال إن الله مبتليكم بنهر فما شرب منه فليس مني. اللي يشرب ميه ما يمشيش معاه يبعثك لهم ربنا ومن لم ينهره فانه مني. واللي مش هيشرب منه يبقى ده تبعي الا من اقترف غرفة بيده فدخل بني اسرائيل بايديهم وارجلهم وسبح وشرب وعم فرس هذا ربنا اوليه فشارب منه إلا قليلا منه. عارف الألف الفضل رقم واحد ومشنا بشرب الماء ألوف لا تحصى ولا تعد. الفضل رقم واحد فضل 314 314 اللي هم عدد المسلمين في غزوة ايه؟ غزوة بات الله يفتح عليك غزوة بات القلة. وخلي بالك احنا ننصر بكثرة لكن ننصر بالايه؟ بالعدة الإيمانية. كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ومع الصابرين. فاختبر طالوت الصيام فشربوا منه الجميع ورصفوا اختبار فشربوا منه إلا قليلا منه مجموعة قليلة عبرت النهر. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه دعوا بقى سبحانه وتعالى قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أمانة صبنا على القوم الكافرين. إيه اللي حصل؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. داود كان سيدنا داود كان جند الجيش بتاع طالوت وأبو سليمان. داود النبي أبو سليمان كان لسه شاب صغير في الجيش بتاع طالوت. طالوت ده كان ملك مسلم ومعاه سيدنا داود شاب صغير في جيشه. فهزموهم بإذن الله وداود أعانوا قتل الملك الفاجر جالوت. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. الصيام ثورة على النفس البشرية. الصيام يغير. الصيام دفع على الإنسان يخرج مألوف الذي عاش إلى حياة جديدة وإلى وضع جديد. ولذلك يا إخوة الله سبحانه وتعالى عندما اصطفى رمضان بين الأشهر ليس لنعبده في رمضان فحسب. يعني شهر رمضان موسم عبادة نعم وموسم طاعات نعم قراءة القرآن الصيام الأذكار الدعاء صلة صلاح الرحم الإنفاق كل هذا كلام جميل. لكن جاء عبادات في رمضان فبالك هذا مهم لتنساح هذه العبادات وتستمر بعد رمضان في 11 دقيقة. يعني جاءت العبادات حتى تكون كرسي مكسر في رمضان وبعد هذا تستمر العبادة في بقية الأشهر 11 تماما كما أنها اصطفى البيت الحرام الكعبة اصطفى هذا المكان ليذهب الناس إليه فيتعبدون ويبكون ويخشعون هناك فقط. لا حتى إذا ما عادوا انساح واستمروا بالعبادة في كل مكان.
البيت الحرام مخصص العبادة ليس لنعبد هناك فحسب بل لنعبد هناك أخلاق قوية نتحرر في بقية أيام أعمالنا. كما أيضا اصطفى الله بعض خلقه كرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه النور والحكمة والفضل والبيان والآن مش هو النبي ولكن ساحة على الناس جميعا فاصطفاء الأماكن مثل البيت الله الحرام واصطفاء الأزمان مثل رمضان واصطفاء أشخاص مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعم الخير في كل مكان ومن أجل أن ينتشر الخير والطاعة في كل مكان ولذلك كان شهر رمضان ينادي في منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. اللي كان متعود على الذنوب اللي كان مصر على المعصية لابد أن يقلع ودي طبيعة حقيقة ناس كتير في رمضان حتى أصحاب المعاصي حتى الحرام اللي كان بيسرق رمضان لا يخلع روحت رمضان برضان كريم كان يسرق رمضان اللي كان بيفعل حرام أو كذا لا اللي كان مصاحب بنته اللي قلت لا والله عندي قلت في رمضان مصايم مينفعش بصراحة كويس يا باغي يا شخص اقصر عشان تستعد بعد رمضان ليس في رمضان فحسب إن رب رمضان ورب شوال ورب بقية الأشهر كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعود إلى ربك فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ما يشركون وبعد يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. أوامر من الله تبارك وتعالى للذين آمنوا من الذين آمنوا أنا حضرتك يا أيها الذين آمنوا كعوا خد بالك دقق في اللغة كعوا واسجدوا واعبدوا. طب ما هو ركعوا واسجدوا هي عبدوا لا ركعوا واسجدوا صلاة صلاة لكن عبدوا دي حاجة تانية دي العبادة أوسع من كده بكثير. انت ناس الصلاة عبادة وصيام عبادة ونسك عبادة وحياتك عبادة موتك كمان ايه عبادة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها لله زواجنا عبادة مشاكلنا عبادة حركنا عبادة عمل نفسه اعمالنا عبادة وهكذا. يبقى ربنا عبود اسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم بعدين وافعلوا الخير افعلوا الخير اشبك بكثير من العبادة افعلوا كل انواع الخير في رمضان لا تقيد نفسك بعبادة واحدة في رمضان لا تقيد نفسك بورد محدد في رمضان انطلق لا تتوقف عند حد معين ويعجبني هذا مثال من أمثلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كنت دوما أقول للناس في مصر نحن نقف حتى يحركنا الإسلام أما الإسلام يريد منا أن نتحرك حتى يوقفنا الإسلام يعني أنت تحرك أنت انطلق أنت أسرع حد من الاسلام يقول لك كفايه لا كده كتير عليك هدي على نفسك شوي لكن احنا نايمين عزيز تستنى حرك اصحى من النوم الصحابه رضي الله عليهم اجمعين ثلاثه نفر ذهبوا الى ابي النبي صلى الله عليه وسلم قصه مشهوره فسألوا عن عبادة النبي قالوا رب النبي بيعبد ربنا ازاي فشافوا النبي صلاته وصيامه والعبادات بتاعت النبي فكأنهم قالوها قالوا يعني دي حاجة بسيطة عبادة النبي بعد النبي ربنا غفر له ما تقدم به وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثاني وأنا أصلي ولا أنام والثالث قال وأنا أعتزل الشاهد الأصحاب الثلاثة دول أو العرب الثلاثة لسألوا عن عبادة النبي
من وجهة نظرهم وجدوا أن هذه العبادة لا تصل إلى الجنة إلا مع النبي. إن النبي ما عندوش ذنوب، لكن المساكين في حالاتك هذه عبادة قليلة. فانطلقوا بأنفسهم، هم اللي اجتهدوا، فصلى أحدهم الليل ولم ينم. مع أن ربنا طلب منك نكد، ولو طلب منك نكد مش هنعمل. عفانا الله من هذا. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. فأحدهم صام ولم يرقد، والآخر صام ولم يفطر، والآخر اعتزل النساء، وتفرغوا للعبادة. أنا وليس هذا هو المطلوب منا، ولكن المطلوب منا وفعلوا خيرا في رمضان. المطلوب منا اجتهد تجتنز الحسنات في رمضان. لك لا تدري يا ترى احنا الجمعة القادمة كم ناس كانوا معنا في السابق ليسوا معنا الآن. كم من أناس كانوا معنا في الجمعة الماضية وضيهم الآن تحت التراب عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان أنفاس معدودة، إذا خرج النفس قد لا يعود مرة ثانية. كم من صائم اليوم لن يفطر في الدنيا، والله كم من صائم اليوم لن يفطر في الدنيا، يفطر إن شاء الله مع الحمال حول الجنة الجنة الله هذا. فإخوة عاوزين ندرك هذا المعنى جيدا. أول جمعة رمضان بالله عليكم سرعان ما تنتهي الأيام، مضى أسبوع والجمعة القادمة ينتهي نصف رمضان والذي بعدها رمضان. فاغتنم هذه الأيام البركات كما قال صلى الله عليه وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك. لأن أنت النهاردة صحتك لما تصلي بالليل ولما تصوم النهار، عارف بعد عمر طويل لما تتعب او يجيلك فيروس ربنا يعافيك وعافي المسلمين، او يحصل لك اي مصيبه ربنا يعافيك، او الى اخره، فتكسر عن العباده. قال صلى الله عليه وسلم: يكتب لعبدي، حديث جميل جدا، يكتب لعبدي اذا سافر او مرض ما كان يفعل صحيحا حكيما. تاني يكتب للعب اذا سافر او مريض ما كان يفعل صحيحا حكيما. يعني انت موظف مثلا على صيام الخميس اجتهاد في الطاعات، وتصلي قيام الليل والتراويح، ومجتهد في النفقه، فجاه سافرت. فلما سافرت اخذت يومين رايح سياره ورجعت سياره، ولا صلاه ولا صلاه، فطرت طريق اخذت اجرا كاملا، لأنك كنت تفعل ذلك قبل أن تنقطع. لو انسان بمرض فأقعد ولا صراويح ولا تهاجد ولا عارف المسلم ولا عارف القرآن، يكتب له الأجر كاملا. والحديث صحيح، يكتب للعبد ما كان يفعل صحيحا مقيما إذا سافر أو مرض. فاغتنم خمسة شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم الحياة قبل أن تذهب وترحل إلى الله تبارك وتعالى. ذكر نفسي إخواني، ونحن أول جمعة من جمعة رمضان الكريم، أن الأيام تنتهي سراعا كما قال القرآن الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلك تقول أياما معدودات. رمضان أيام معدودات، لا تنسى في كل يوم من أيام رمضان أن تجعل لنفسك شيء، إما زيارة مريض، وإما اتباع جنازة، أو زيارة مقبرة، وإما صدقة، لأنك صائم. في الحديث الشريف الذي أخذ به الخطبة، لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال لهم: من أصبح صائما؟ فأبو بكر قال: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من زار من اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من صدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. أصبح صائما؟ تبع جنازة أو زار مقابر تمشي الاثنين، زار مريضا تصدق بصدقة، أربعة صايم جنازة زيارة مريض تصدق بصدقة، خمسة دولار قليل جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا مع أربع صفات في عبد إلا كان حقا على الله خلفه الجنة. يعني لازم، وإن كان الله لا يجب عليه شيء، لكن ربنا ألزم نفسه سبحانه وتعالى
لو اجتمعوا الأربعة على واحد فقال أبو بكر وأنا فأنا فعلت يا رسول الله النبي أنت أولهم يا أبا بكر. بالله عليك ضيع أيامك اغتنم هذا الشهر الكريم لعله آخر شهر شهر في حياتي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى أعيننا وفقنا لما تحب وترضى تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم وفقنا دائما لما تحب وترضى. اللهم اجعل رمضان هذا خير علينا وعلى أمتنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا واجبر فيه كسرنا وارحم فيه ضعفنا وانظر فيه هزيمتنا واعز فيه ذلنا واغن فيه فقرنا وتول فيه أمرنا. اللهم أعنا في رمضان على ذكرك وشكرك وعبادتك. اللهم أعنا في رمضان على ذكرك وشكرك وعبادتك. اللهم اجعل شهر شهرنا هذا روح الرحمائي ومن الرحمين ومن المغفور لهم لهم عتقائك النار النار المقبولين بكرمك وجودك الأكرمين. اللهم لا تجعل في هذا ذنب إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا دين إلا قضيت ولا سائلا إلا أعطيت ولا شاب إلا حصنت ولا محتاج إلا أكرمت ولا حاجة حوائج إلا قضيت ويسرها بكرم وجودك الأكرمين. اللهم لا تخرجنا مسجدنا ومباتنا وصيام هذا اليوم المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وتجارة من تبور. نقسم عليك يا المغرب هذا اليوم إلا وكتبتنا جميعا لقائك من النار ومن المقبولين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الدين. فك الحصار عن أهل حصرين في غزة وفي فلسطين. اللهم فك الحصار عن أهل حصرين في غزة وفي فلسطين. واحفظ دماء المسلمين وانزع الفتن من سوريا ومن مصر ومن العراق كل بلد بلاد المسلمين. اللهم احفظ المسلمين المعفين في المشردين في مكان. اللهم اطلق سراح المسلمين المؤمنين المسلمين يا رب العالمين. اجمع اهليهم في رمضان خير وجاتهم اولادهم الاكرمين. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذك من الشر كله. اللهم عليك بمن بغى علينا. اللهم عليك بمن ظلمنا. اللهم عليك بمن كبر علينا. اللهم عليك اذى المسلمين. اللهم عليك ظلم المسلمين. اللهم عليك شر المسلمين. اللهم أرنا عجائب ربك يا كريم. اللهم شرد من شردونا وأذن ذونا واقتل من قتلونا واسفك دماء المسلمين بقدرتك يا أحكم الحاكمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقم بصلاتكم ورحمة الله.